السلام عليكم دروب ناس، معكم ميمو قارطي في فيديو جديد. شوف انا بليت سمي ديال ايمن القوارطي لاشين دي يوتيوب، غنبدل السمية غنبدا ايمن فيتنس ولا شي لعيبه، حيتاش الفلوغ اللي لحت لكم لقى اقبال كبير. وفي اخباركم والله ما كنت كنتخيل الفلوغ غيوصل ليا العدد ديال لايك وكومونتيرات والمشاهدات لهذا الشيء. المهم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا، وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم. ما بغيتش نحرق عليكم، ولكن صورت واحد الفيديو اخر ديال السبور وداك الشيء كامل. المهم انا عارف الوقيته بلا ما نحرق عليكم هادشي كامل، اليوم غادي تخرج ضاحك من هذا الفيديو كيف العاده. ما تنساش خي معك واحد لايك وكومونتير، واللي كنتي كتشوفني اول مره دير معك ابوني، حيت فريمون ما بقى لينا والو على بيتيكا. شو سبحان الله، كانت عندي الشين اللي فيها 650 كا ومشات، وعاودت وحده من الزيرو ضربات 50 كا 100 كا 150 ودابا 200. فريمون فرحان، ولكن بالرجوله راني كنتقاتل عليها فهمتيني. دونك ما تنساوش دوزو لعندي الانستغرام ديالي اللي هو هذا، راه البارح لحت واحد الريل فيه. المهم شوفوا دخلوا لهذا الريل هذا، لايكيو كومونتيو بلا ما نوصيكم، راكم عارفين شنو ديروا. هذا هو انستغرام ديالي، دخل دير معاك لايك كومونتير وراني كنشوفك. علاش كندير رياكشن عليا؟ حيد عليا الكمار هذا الويل. انا مع 6 ديال الصباح كنريق التليفون على 7، والله الا هذا انا وحق الله والله الا كنعس والسبعة وكنريقلو على 7 و10 دقائق والله يسمح لي. شوف النعاس معدي عليا فيه صراحة، والله إلا زعما النعاس كون كان رجل غيجي غيصرفقني، زعما كون كان نعاس شي شخصية كيعرفني غيجي غيضربني. شنو هذا؟ شي برانك؟ الله أكبر، هذا اش فيه؟ من الخلعة راه كيصلي معاه. لا يكون يتعاطى شيء ولا غيره. تخيل الصاط دخل شي بيت وتلقى داير لك هاد لي برانك ديال الصليب وكذا، ويخرج لك شي واحد بحالك. هاد كيصلي دار لقاك يصلي معاه. لا يكون يتعاطى شي. وعلاش مجنين؟ يا خويا ما يخلص احمد، ما يخلص احسن رجعنا. بابوي بسم الله. بسم الله الحمار. هي هادي الضحكة في الوقت الغلط. دابا هو خرج للجن وما عرفوش يضحك على صاحبه حيتاش تلاح من الصور، او لا يتخلع حيتاش اصلا واقف قدامه الجن. ديما الفيديوهات ديال السواعد والخليج كيهربوا له. احسن رجعنا. بابوي بسم الله. بسم الله الحمار. كان كيضحك وعاد تفكر راسو انه راه ما خصوش يضحك في ديك اللحظه. وعلى جهد وعلى جهد مطيبين كسكسو في البحر، وعلى جهد وفي الاخر تسمع غرق في ظروف غامضه. ترى هذا اللي غيدخل يعوم هو ضارب كسكسو، راه خاصو يموت يسال غرق. الناس كتجي للبحر ضرب باكيت وطون ومعك سبرايت هانيه، وانت ضرب كسكسو، واش هادي من نيتها غدا بالكوزينه كامله؟ يلا والله الا عروبيه. اش براهيم؟ وعليكم السلام. عطينا شي 5 يطرو هاد الويل. خليها من بعد زيد واش اخر. ما كايناش هادي اللي فطراتلوش، والله حتى كيديروها وحق الله. كتجي كتقول له عطيني شي 5 يطرو الزيت، وكيكون هو معلقها الفوق كيشوف تيقول لك خليها من بعد شي حاجه اخرى زيد. واه اللي عنده شي مول حالو تيصيفط له الفيديو. انا وصاحبي نبدلو في المواضيع وحنا نهضرو. الفيديو كيشرح المواضيع اللي كندوي فيهم انا وصاحبي، حيت كنكونوا في موضوع وكننقزوا الموضوع الاخر وكندوز الموضوع الثالث والرابع وكنعاودوا نرجعوا للموضوع الاولاني، ونجي ونقول ليه فين خلينا والله الا نسيت. بالسيف ما تنسى وانت داخل في 50 موضوع. جا عندنا البطل عطانا سامسونج الاسي كونت، خد عندنا ماكينه الحلاقه روبريز. بصح البطل الحوا النوطة اللي قال في الاخر بصح البطل كوا بالرجولة، هذا هو كوا الابطال. ود الحرام دار معاه ريفريز تليفون في طوندوز والحبس. لوك اولويز لو كواليتي فيديوز، ديما تيكونوا كيهربوا، ديما دوك الفيديوهات اللي كيكونوا الكاليتي ديالهم ناقصة مصور بشي روكي ولا شي سامسونج قديم، هادوك كيكونوا الفيديوهات هما اللي كيضحكوا لي. باين هذا العريس غيطير ولا غيطيح. ايوا اوكي الاولى دازت سلمى، ولكن حس بيه والله حتى يطيح.
وليا مسكين مسكين. شوف عندو ناقص 100,000 في الاورا. تفتح لينا اخويا عادي والله عادي. خلق السعاده مع بنتو انا تكون عندي شي بنت راه نلبس لها البوندو وداكشي ديال هيلو كيتي. ناري شنو تفكرت نلبس لها داكشي ديال هيلو كيتي وشي حاجه ديال البراش في بزيري ما نديرو خاطر الوليدات. كان حيد عليك اتشانا تخاف من تم ونحيد عليك اه راه زيد 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 يلا سير حل هذاك الفوم دابا مشى حتى جا قسنا باللقاط اوايلي والله الا طيره يا اخونا والله الا من صغر حرش الله يعطيك الصحه حرجي ولكن اللقطه اللي هربتو ليا في عوض في عوض ما يغسل اللقاط كيغسل فمو. ريان انا اخوك الكبير وتعرف شيك فيك تتكيف كان تتكيف قول لي راك تتكيف والله انا نعمل لك شيء مسؤولية قاعد نتكيف حصلت كيف امثالك الرحمه للمولى ما نيقى من غير ما تحلفني قلت لك في بيت واو 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 بدا كيتثبت فيه تثبت فيه كيقول لي الا كتكمي غيجيني من الاخر مع قال لي تنكمي هو يطفي كيفية اصلاح السيارة في البيت افلام مغربية مضحكة والوالد سير لي وجيب ماشي هنا اش هو الحرام فيلم ساخن ابيان ابن ولا بلاوي واش باغي تقول واه عيد 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 افلاطون الوالد ديالي مات الله يرحمه الا خاصك شي حاجه انا معك لا عندي ماي بوي فريند وانا عندي الوالد وهي اللي قلبات عليها شوف حاولوا حاولوا الدراري في القميع ديالكم ما تكونش شي حاجه اللي كتوشي فهمتي خرجوا صراحه على الضحك حاول شي حاجه اللي بحال هكا ما تضحكش فيها والله فتيحه مصيفطه ميساج لواحد الدري كوكو بوست ليا الروشارج 10 درهم انوي اح بليز اح هو بجوبه لا اح اش هاد الخرا اح ما فهمتش اش هاد النيفو اح ما فهمتش انا والسيده مصيفطه له ميساج وكتقول له صيفط لي الروشارج اح انت سيري تخراي اح ووهو اسم الفلتر ضروري لا يا اسطى دي دماغي طحن الخواطر والله الا طحن الخواطر المهم اهم حاجه التصالح مع الذات فهمتي هو راه صعود الحرم بحال شي ايليان فضائي وجا الاخر سولو قال له اسمي هذا الفلتر هاوي 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 مرحبا دكتور انا طالبه جديده بالقاعه ايش اسمك رجاء بالانجليزي بليز ودابا واحده سميتها زهراء هادشي تقول لها بالانجليزي تقول لك فلاورز وراه هي هادي واحدة سميتها احلام بالانجليزي دريم ايمن بالانجليزي رايت يلا واحدة سميتها اسماء تقولها بالانجليزي راه تقول لك نيمز احلام فين تلاقاو قال لها في السناك نونو سمح لي ما نقدرش انا بنت دارنا نجي عندك للدار من الدار للدار بنت دارهم طوله 160 ويقول لك كول مي دادي اوكي بابا سنفور حلويات مجانا لاطفال مرضى السكر الله يعطيك الخير حلويات مجانا لاطفال واه على تمجنينه وهو فيه السكر علاش ياكل الحلويات كنت غندعى معاه ونقول له الله يعطيك الخير ولكن نتوقع على هذه الاشارات توحشك توحشك الخير نتلاقى ان شاء الله كنبغيك ما كبر دراري الا كدوي معكم الدريه بهاد الاجابات هادو قلب غيره حيت والله الا غتضيعها وقتك الصاط حيت بحال هاد الاجابات هادو ديال باينه السطر كتقتل الكونفرساسيون بهاد الهضره هادي وحده انا اللي غنجي ندوي معاها وهي كدوي معايا ناقصين على دين امها وين على دين امها ديك الهضره معاها والخليقه اللي غتشركني معاها صافي شي وحده السطر ما كدويش مزيان غيره
عيط الله. ولكن حنا الدراري كنديروا قد وجهنا، حيت الدري اللي كتكون كتبغيك انت ما كتكونش كتحاشي عليها، انت ديما كتمشي عند شي وحده اللي قا معاك. ويوا هي هادي صبغوا السقف ونساو الحيطان. هادي هي المعنى الحقيقي ديال الله يبيض لك وجهك. الله يبيض لك وجهك، ما يمكنش. واش السيده اللوين اللي عندها واللون اللي صابغين له وجهها؟ ترى ماشي فون دو تان، ترى صباغه فهمتيني. اللي كنبغي نطيب شي حاجه وكيقول لك القشده الطاريه، نقدر نقول لكم انه هاد لاكريم كتجي هايله جديده بزاف. العصير ديال الحامض كيحيد تماما. قال لك دارون بسوس كيعوض القشره الطاريه، والعياذ بالله انا في حياتي كامله عمري طيبت بالقشطه الطريه وما عرفتش كيفاش دايره. نقدر نقول لكم انه هاد لاكريم كتجي هايله. ناري على بلان، انا كنشوف هاد القشطه الطريه في شي طياب كندير من ناقص بالرجوله. قال لك فاش كتلقى شي ميمز كيضحك وكتصيفطو للكالكيوليتريس بالغلط. نسيت ما قلت لكم شو هاد البون في بدايه الفيديو، راه تلقاو بحال داير البوتوكس، ولكن راه خرجت لي واحد السخانه هنا، داكشي علاش كيبان هاد البلاصه شويه منفوخه. انتو شوف دابا تفوكوني ما قلتهاش، دابا بنادم يبقى حاضي معاها. وقفتي وقفتي ودير معاك واحد لايك كومونتير ونكملوا الفيديو. لا 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 ايمن ايمن ستوب، حاول ما تخسرش فلوسك في هادشي. ولكن فريمون خاص يكون ساكن معاك شي واحد اللي مسالي باش تشريو هاد اللعيبه بجوج بيكم، فهمتي؟ تبقاو ديروها. نقدر نفكر في هاد الموضوع هذا. اوكي اوكي، الولد كيبكي حيت ضربو فيه الاب. كوغا كوغا ليسن 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 الفتنة الفتنة، هذا ماشي با، هذا خالو. شوف الدراري الصغار كنعلموهم التسامح ماشي كنعلموهم الانتقام، ولكن مزيان مزيان باش الدري يبقى يتعلم يطافي على راسو. وبيض ولا داير دابا؟ سحب لاصال، سعداتكم والله الا سعداتكم، انا حاسدكم. اش عرفتوا البيض شحال عندنا هنا؟ وما غنتحاسبش حيت اش كنتخلصوا بالباوند يعني سيرس. الخوت العشرينات والثلاثينات ما كيتعوضوش، خرج سارة سافر، ما عندكش فلوس تريبي، سير شوف الناس كيفاش دايرين، راه الشمال كلشي الله يعمرها دار، الجنوب كلشي الله يعمرها دار، صاحبي راه لونتوراج ديالك اللي خايب، راه اصحابك هي عائلتك غير الناس اللي قرابين لك اللي باغيين يطيحوك، سير شوف الناس العقليات كيفاش عايشين، سير تريبي مع راساتك شوف الدنيا كيفاش دايره، بعد من عباد الله ما تبقاش حاضي الناس، راه الناس كيديروا دي زوبجيكتيف وانت كتبقى تقارن لي زوبجيكتيف ديال الناس وكتبقى تقارن الانجازات ديال الناس. صاحبي عيش حياتك، راه غتندم، راه العشرينات والثلاثينات كنبنيو فيها الكارير وكنعيشوا الحياه، الربعينات راه الراحه وتاكل داكشي اللي ضربتي عليه تماره. مهم الدراري تحياتي للجميع، ما نعقدوش الامور، والله الا فيديو جا فوقيت وحق الله لخص كلشي، والله تلخص كلشي، الله يعطيك الصحه اخويا العز. شوف الهضره هذه هي الهضره، هذه هي الهضره بصراحه. عيش حياتك، اكتشف سكيلز جداد فيك، طور من راسك، دير اي حاجه ما تبقاش جالس. والله والله يسهل عليكم الدراري والبنات كلشي. الوالده لقات شي حاجه احسن من الكوزينه. يا الفرد حرق راه يا الفرد حرق راه كسكروت كسكروت هكا هاو كسكروت. واش بيك يا خويا واش بيك؟ دابا انا كنتخيل راسي الوالده جالسه في البيسي ديالو مقصره كول اوف ديوتي وهادي وا انيمي ريفايف، عطيني شويه دلوت، عطيني بليت ارمور. خرجوا وليداتهم الصغار واش يبقى عليه زقا ما تبقاش تراب زقا خبا. لا ماشي معاك اولي اخويا، على راسك خويا، على راسك واخويا، ماشي معاك تندوي مع الناس، ماشي اخويا على راسك. انت حياتك هذيك اصاحبي، ربي لي المناعه. كيفاش كيفاش خويا على راسك مسرع بالنسنس يطبخ على نار هادئه. كيفاش داير يا صاحبي؟ ما يقيش تراب، ما يقيش الوسخ، ما يديرش هادي، غاسل اللي مخرجو هاز اللعبه ديالو غادي في الشانطي، ما يوسخ حوايجو ما والو، ما فهمتش انا كيفاش بغيتي تكون عندي تاسس عنده مناعه في الجسم كيفاش.
بالرجولة هذا فاهم الحياة، بالرجولة حياتك هذيك. والله إلا أحسن جملة قالها في هذا الفيديو. في المغرب؟ مليون. مليون؟ يعني إلا ما كانش عند الراجل مليون ما غاديش يقد عليك. ماشي ما يقدش عليا، الوقت اللي قطعها. أشنو في هذا المليون؟ واش علم ماكلة؟ فيها كرا، فيها دراسة الدراري، فيها كلشي. فيها كلشي. وعاد ما حسبتيش راسك مثلا انت حوايجك انت؟ هذيك ما حسبناهاش. ولا حسبناها بشحال؟ هو غطلع مليون وزيادة. فري 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 فري، والله إلا السيدة قالت هضرة المعقول وحق الله. والله إلا الصراحة، صراحة والله. شوف مشات هي ما دير 3000 5000 درهم غادي تعيش بها، فهمتي تقم حكك معاها حتى الآخر الشهر، مشات ديك الوقيتة والله. بالرجولة راه عندها الحق. الله يدير شي تاول الخير. اسكت بالإيطالي بتتقال ستاي زيتو ستاي زيتو ستاي زيتو كولك اسباسا ستاي زيتو ستاي زيتو. لكن المغاربة تذكروا شيئا آخر. بس كده ما فيش أسهل من كده. قالها الشاعر باروكينو ستاي زيتو ستاي زيتو ستاي زيتو. هذه أول كلمة بالطالياني عرفتها هي هذه. خونا انتقم للنصف البشرية وحق الله. شنو غير هما اللي عارفين بحوي خلعونا. السلام عليكم. شنو ما درتيش على سيدك الدرة؟ خوت راه غدا غنحيدها تكذب. شنو هي؟ راه نعطي لهم. خونا قتال في التسبات كي تبت فيها. درة أخوتي. كاع اللي مصعب ماشي بنت وباغي ناوي مع الحلال الدرة. وأنا أقول لكم واحد البلان. من الاخر قطع. انا كتجيني اغبى حاجه يقدر يديرها الواحد هو تكون واحد البنت اللي ما كديرش الدره وتجي وغتبزز عليها الدره حيتاش غدوز واحد الوقيته وغتطلع على ديك الشخصيه اللي دارت جديده في راسها. نفهمكم، واحده حياتها كامله وكتطلق شعرها، اجي انت غتبزز عليها الدره غدوز 6 شهر شهرين غتحيدها حيتاش هي بززات عليها بززتيها عليها. well, هذا ما كان في الفيديو هذا. الا كنتي وصلت 3 دقائق غادي تكتب لي في الكومونتيرات اح صيفط لي الروشارج لا اح صيفط لي الروشارج اح لا اح anyway هذا كان في الفيديو تهلاو بيكس وصيفط لي الفيديو لا اح